أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عنا معهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا شقيا ولا محروما إن شاء الله فقط تذكير بنهاية الصلاة سنصلي صلاة الغائب إن شاء الله على أحد الإخوة الأحبة الذين توفوا بالأمس هنا من أهل المسجد. عنوان حديثنا اليوم في هذه الخطبة التي أسأل الله أن تكون محسوبة عند الله مباركة لكم ولي هو احذر من نفاذ رصيدك من الستر. عبارة تهز كل منا له رصيد كريدت. حتى الآن عندي رصيد في البنك، عندي رصيد على الهاتف خاصة في البلاد التي فيها يشحن في البطاقة، يقول لك عبيت رصيد، هل عبأت الرصيد، هل شحنت الرصيد، مصطلح معروف شيء جدا. فأعجبتني قصة واقعية يذكرها أحد الإخوة جزاه الله خيرا والحكمة ضالة المؤمن إن شاء الله أن وجدها فهو حق بها. يذكر قصته بالشكل التالي، أقتبس جزءا من كلامه وأعلق لعلنا نخرج بشيء من الخير إن شاء الله. وأنتم كما تعلمون وأنا أحب أن أكرر كثيرا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وتعبدنا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كلنا وأنا أولكم وعلى رأسكم أقوم بما سأقوم به تذكيرا لنفسي قبلكم، فأنا بحاجة لما سأقول. يقول هذا الشاب قبل كذا سنة، يبدو قبل 20 أو 30 عاما، حينما كنت شابا في مرحلة الجامعية اشترى لي والدي سيارة، بلغتنا العامية يقول كنت مصروع، يعني أسابق السيارات وأقوم بالتفحيط والتشحيط والتخطيط إلى آخره، وأقود بسرعة جنونية، لكني كنت ماهرا مهارة عجيبة، لم أتسبب بأي حادث، لم ألمس أحداً، لم أصدم أحداً، لم أفعل، لكن كنت أستمتع بمهارة غير عادية من المشي بين السيارات ومسابقة السيارات وإزعاج السيارات والتفوق على السيارات، يعني حركة الشباب اللي بنسميها إحنا على الأقل بلهجتي حركة زعرنق، لكن الله ستر. يقول هذا، أقرأ جزء من كلامه، يقول وذات يوم استوقفني رجل كبير على قارعة الطريق لأوصله إلى في الطريق أوتوستوب، قلت تفضل. قال ركب الرجل بجانبي ظل يراقب قيادتي دون أن ينبس بانتشافة، وأنا أتباهى أمامه بكل ما ذكرته من أسلوبي في السرعة والمشي بين السيارات وإخافة السيارات، طبعا دون أن أتسبب بأي أذى. قال إلى أن وصلنا إلى المكان التفت الرجل إلي وقال أي بني جزاك الله عني خيرا، لا أملك مكافأة لك على صنيعك معي إلا الدعاء والنصيحة. قال له أما الدعاء ففي ظهر الغيب جزاك الله خير، طيب إيش النصيحة؟ فقال الرجل أي بني حافظ على رصيدك من الستر فإني أراك تبعثر منه كثيرا، يعني عندك رصيد شو عم بتضيعه؟
أي بني إياك أن تظن أنك وصلت إلى مبتغاك سالما معافا أنت وسيارتك بفضل سرعتك وبراعتك في القيادة، لا، بل لأنه لا يزال لديك رصيد من الستر، من ستر الله يصرف عنك المصائب، لكن هذا الرصيد سينفذ يوما ما. مثل المال، إن لم تحسن استخدامه فيما يفيد سوف ينفذ. لاحظ النصيحة كيف فاتت، قال له اسمع، انت ما عملتش مصيبة ولا خبطت حدا ولا حدا خبطك، اصحك فكر شطارتك. لا حبيبي مش شطارتك، ستر ربنا، ربنا اللي حفظك، قال له عندك رصيد. فبلش معاه بهذا المفهوم، فالمفهوم صدم. شاب ما زال سنة ثالثة جامعة، عنفوان الشباب، سيارة جديدة ومرتاح وماهر ويتقن ولم يفعل شيئا. Where's the problem يعني وين المشكلة؟ قال له دير بالك، عم تستخدم من الرصيد. فبلش هنا الحامي، ابتدأ الآن المفاهيم العقدية الخطيرة. قال قلت له كيف يمكنني معرفة رصيدي من الستر؟ طب أنا قديش عندي رصيد؟ كيف بدي أعرف؟ قال على عكس المال تماما، لا يمكن معرفة رصيد سترك إلا بعد نفاذه، لكن يمكنك زيادته باستمرار. أنت عندك الفرصة ظلك تعبي رصيد بس تعرفش مقداره، لكن you can always add، ظلك تعبي تشحن الرصيد بس متى سينفذ لا تدري. لذلك خليك في ايش؟ في السيف سايد. اشتغل على قانون الاحتياط. هذه عبارات الرجل الستيني الكبير في النصيحة. فقلت له وكيف يمكنني زيادته؟ الآن الجواب على موضوع القيادة فقط، لكن انظروا كيف أخذ الدرس ونقله إلى الحياة الآن وهنا موضوعي أنا. فقال له هذا الستيني جزاه الله خيرا، قال التزم السكينة في القيادة، أفسح الطريق للغير ابتغاء مرضات الله. يعني أنت مش داخل على حرب في السواقة، أنت داخل على محتاج توصل من مكان لمكان، هناك المستعجل، هناك الخائف، هناك المضطر، أفسح المجال. وشو النية؟ يعني كن متسامحا، ليس على أدنى غلطة تنزل العصاية وتبتدأ في المشكلة. قال كن متسامحا ابتغاء مرضات الله، لا تربك عجوزا يقود سيارة. كبار السن بيكون مسكين سايق السيارة وإيده على قلبه، إيد من هون إيد من هون وفوكس. انت لو مريت من عنده بشكل سريع جدا في الطريقة هاي شو ممكن تعمله؟ قد يرتبك يعمل حادث. كبار السن هذا موضوع جدا يعني كثير جدا عندهم، لانه انت اوكي انت لم تقم بحادث لكن تسببت بحادث. قال لا تربك عجوزا يقود سيارة، لا تربك امرأة تقود سيارة بقيادتك هذه، أن تعطي الطريق للمشاة للمرور بالطمأنينة، أن لا تروع أحدا في قيادتك، وأن تعتذر لغيرك أن أخطأت في القيادة. أعطى النصائح. قال هذا كله يصب في رصيد سترك، بتكون أنت عندك الرصيد. أما السرعة والتهور والاجتيازات والتخييط بين السيارات كلها تسحب من رصيدك إلى أن تأتي اللحظة التي تفقد فيها كل شيء، وعندها لن تغني عنك براعتك شيئا. انتهى كلام الآن. شوف هذا الأخ كيف تحولت النصيحة الخاصة بقيادة السيارة إلى منهج حياة، وهذا الذي أريد إيصاله، وهذا الذي أنا استفدت منه، وأسأل الله أن أكون أول المستفيدين منكم حتى لا يكون الكلام الذي أقول لكم حجة علي أمام الله. يقول وقعت هذه الكلمات من ذلك الرجل الستيني، والذي علمت فيما بعد أنه كان يعمل سائقا للشاحنات الكبيرة على مدى 40 عاما أو يزيد، أي قرابة ضعف عمري في ذلك الوقت. يقول وقعت في قلبي كالصاعقة، فزلزلتني وقلبت كل مفاهيمي رأسا على عقب. حينها فقط قررت أن أستثمر رصيد الستر ليس في بنك قيادة السيارة وحدها، بل في كل مناحي الحياة. يقول في الدراسة بالاجتهاد والتحصيل العلمي ومساعدة الزملاء والتواضع لهم وللأساتذة حسبة لله، في العمل الآن عمل إسقاط، أخذ من نصيحة القيادة إلى مناحي الحياة.
في الدراسة، في العمل وأجمع الرصيد بالكذب، التفاني، إخلاص، حسن المعاملة مع الرؤساء والمرؤوسين والعملاء حسبة لله، مع الوالدين ببرهما والإحسان إليهما، أنت عم تحوش رصيد الآن، مع الإخوة، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الآن خط أحمر، مع كل من له حق علي أسأل عنه يوم القيامة. منهج حياة، مين له حق علي؟ زملائي لهم حق، إخواني في الله لهم حق، إخواني الأشقاء لهم حق، أبي له حق، أمي لها حق، زوجتي لها حق، أولادي لهم حق، كلهم بدي أجعل بيني وبينهم أمام الله رصيدا، حسن معاملة، مسامحة، إيثار، تضحية، غضب، كلها أرصدة تعبأ، فلما تقع أي مشكلة الرصيد بغطي. طب ما في رصيد، دخلنا في كارثة. تماما ببساطة، واحد يعمل عدم مؤاخذة ويضع في البنك، فجأة قالوا له عملية جراحية طارئة لولدك وابنك والتأمين ما بغطيها، رصيد في رصيد، شيك كريدت كارد فضل ليش بكم اياه، انتهت المشكلة، زوجته بتقول ما تخافيش عندنا 70,000 رصيد، قديش العملية؟ 15,000 30,000 70,000 فداء، طب وانا مين بشتغل؟ موجود رصيد. طيب فجأة له عملية جراحية، إن لم تضع الآن في البنك كذا في الحساب كذا كذا لن تجرى العملية وقد يموت الولد والتأمين لا يغطيه، ما في فلوس، ما في رصيد. عندها يقع الإنسان فيه ولله المثل الأعلى، وتقريبا للصورة. قال تعلمت أن أحدث بنعم الله دون أن أتباهى، وهذه رسالة، أحدث بنعم الله دون أن أتباهى بمالي أمام فقير، ولا بصحتي أمام عليل، ولا بشهاداتي أمام أمي بسيط. تخيل أن تكون في جلسة ربنا يكرمك، معك شهادة في الهندسة من جامعة أمريكية، أو معك دكتوراه في الكيمياء من جامعة بريطانية أو كذا، تجلس في جلسة ناس بسطاء كل شوي، لما كنت في هارفارد، ولما عملت في مش عارف وين بلندن، ولما يا أخي اتق الله فيهم مساكين. لم يكن لهم حظ من كل هذا الموضوع. ما الخلاصة؟ ما الرسالة التي تريد إيصالها؟ إلا كسر قلوبهم. قال تعلمت أن لا أتباهى بمالي أمام فقير، ولا بصحتي أمام علي، ولا بشهاداتي أمام أمي بسيط، لأن خط أحمر الآن، واهب النعم قادر على نزعها في أي وقت. قال لا أدعي المثالية، فأنا لم أبلغ الكمال ولم أبلغه، لكنني اجتهدت جهد مقل وجئت إلى خالقي وبارئي ببضاعة مزجاة بسيطة قليلة، لعله يوفي لي الكيل ويصبغ علي ستره ويكرمني بعفوه وهو أكرم الأكرمين. وأنت أخي الكريم، أختي الكريمة، هل يعلم أحدكم كم رصيده في مصرف الستر؟ أختم قوله بعبارته يوم في حياتي لن أنساه. انتهت الرسالة، والأصل أنها انتهت. يا إخوة، كما قلت أنا أعمل الآن وأقف بين يديكم وأمام ربي تحت قاعدة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الرسالة الأولى، كل لنا بفضل من الله لنا إيش؟ رصيد من الستر، من خلال أصلا الأعمال التي نوفق إليها. الآن احرص على أن تقوم بزيادة قنوات تعبئة الرصيد، عبئ، لأنك لا تدري متى يحصل الضعف والكسل يكون عندك. ولله المثل الأعلى. أختم لكم بمثال بسيط جدا 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 بقضية اجتماعية بين أب وأم وولد وبنت بالعلاقة الأبوة والبنوة، ومثال بين العلاقة الزوجية. ما الذي يجعل زوجة تصبر على زوجها إذا أساء؟ باختصار رصيده في قضايا أخرى، أساء مرة وأحسن عشرا، فهذه تضيع مع تلك. متى يحصل الشقاق والنزاع والإصرار على الطلاق ودمار البيت؟ عند عدم وجود رصيد. يعني مثلا على سبيل المثال، رجل عصبي، حتى نبسط المسألة، عصبي جدا، بعصبيته يجرح ويكسر القلوب، وأكثر ما يكسر المرأة أن تجرحها بكلمة، وأخونا حبيبنا في الله شو ماله؟ فلفل عصبي، يقول لك أنا هيك الله خلقني، مش قادر أسيطر عادي، ادعوني بظهر الغيب، مشيناها يا سيدي، عصبي. فلو أتيت بزوجته، إيش رأيك؟ قالت بكسر قلبي ولكنه كريم متسامح،
يعتذر مش عارف كذا. طب شو يصبرك؟ قالت مش الله يجزي الخير، ما دام عنده 1 2 3 4 هاي بتحملها بسبب الرصيد اللي عنده. والعكس صحيح. مرحبا يا فلان، شو قالت زوجتك؟ قال لي يا اخي لسانها متبري منها، بس اذا فتحت بلشت العداد في التشريح بتحرقني وبتحرق اهلي وبتحرق وكذا الا غير. طب كيف صبر عليها؟ يا اخي مربيها، نظيفيه، اكلها لذيذ، مستوره، بيعددك بايش؟ بالحسنات الاخرى. شو هذا؟ رصيد. بسبب هذا الرصيد الله ستر عند حصول ما من شأنه ان يحدث كارثه. نفس الشيء انت كأب، ديروا بالكم، نحن حينما يكرمنا الله بأولادنا احنا نتسبب في وجودهم، يعني باللهجة العامية بنخلفهم، صح؟ نحن لا نملكهم، الذي يملكهم هو الله، احنا السبب في وجودهم بس، الأمر من الله، نحن لا نملكهم، يعني هم مش عبد بالمعنى التملكي لي. أنا كيف بمون على ابني وعلى بنتي؟ بالرصيد. أنو رصيد؟ في رصيد شرعي الله أعطاني إياه، طب له حصة 10 15 20%، وإذا كان ابنك متدين هي له 50%، بعد ذلك لطفك في التعامل، بعد ذلك حقه في المصروف، تصرف عليه، بده ياكل بده يشرب بده يلبس، خاصة إذا عندك مال. فأنت لما الآن فلنفرض إنه من ضمن تقصيراتك أنك نساء، تعطي موعد وتنسى، قد ما أنت مشغول كان الله بيعاونك، تشتغل ثلاث شغلات دائما مشغول، بابا توصلني عند صاحبي يوم كذا، ماشي 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 حبيبي، ونسيت، مرة ثانية ماشي ماشي ونسيت ونسيت ونسيت. يا أخي بيفكر هو بابا ما بيحبني، هو بابا خداع، بابا كذاب، وات ايفر، في عندي باكج إني كثير النسيان وعدم التزام بالمواعيد. هاي بتروح وين؟ مع كثرة الأرصدة الأخرى. كثرة الأرصدة إن أخطأت تعتذر من ابنك، لا تقصر معه في حاجاته المالية. إن وقع في مشكلة فأنت أول أصدقائه المقربين منه. إن 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 هو الآن متضايق، فأنت برصيدك أعنته على برك، بدل أن يدخل الشيطان إليه فيقول لك يا أخي أحترمه على إيش؟ أنا 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 أتعرض لهذا. يأتيني طلاب وطالبات بعض الأحيان إلى مكتبي، يقول يا دكتور مشان الله معنا كلام جننتونا، طول النهار كل بر الوالدين بر الوالدين، يا اخي طيب ابوي بيشتمني بيسبني ما بصرف علي، بيسالش انا وين بيعمل بيسوي كذا 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 كذا، على ايش احترمه انا؟ شوف انت، فلذلك اعينوا اولادكم على بركم، ليش؟ رصيد. اسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من اهل تعبئه الرصيد الدائم، وعند الحاجه يكون الرصيد جاهزا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرون. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم انا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قبل إقامة الصلاة يا أحبة، توفي بالامس والد اخت لنا في الله الدكتور ريم الكردي، والدها خير الله الحاج خير الله الكردي، وما زال الى الان في الثلاجه لاعتبارات الاوراق والمعاملات، فهي طلبت منا جزاها الله خير وعظم الله اجرها واجر ال الكردي. ان شاء الله سنصلي عليه صلاه الغائب بعد الصلاه ان شاء الله، فبعد ان ننتهي من صلاه الجمعه مباشره على نفس الوقوف مباشره نصلي صلاة الغائب بأربع تكبيرات وأشرحها في حينها. جزاكم الله خير وأقم الصلاة.